بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نقوم بتخطي الـ FRP بالنسبة لجهاز نوفا 3i. نوفا 3i هاتف الهواوي سوف نقوم بتخطي عن طريق دونجل UFT Pro. لدينا أول خطوة وهي هذا الهاتف هو نقوم بالتخطي عن طريق تيست بوينت. سوف نقوم بالبحث عن تيست بوينت في جوجل. كما ترون فهذه هي النقطة، نقطة تيست بوينت، فهي توجد بجانب البطارية، هي هنا كما ترون. ثم المرحلة الثانية وهي كما ترون هنا الهاتف هو من كيرين 710. سوف نقوم بكتابة الرمز الخاص بالهاتف، ثم كما ترون فهو نوفا 3i، ثم الذهاب إلى هذا الموقع GSM أرينا، هذا الموقع من أجل البحث عن بلاتفورم الخاصة بهذا الجهاز. كما تذهبون إلى البلاتفورم ثم ترون هنا فهو من الكيرين 710. إذن فتست بوينت، فهو نقوم بالتخطي عن طريق تست بوينت. ثم الآن سوف نعود إلى الدونجل وسوف نقوم بالذهاب إلى الهواوي ثم البحث في FRP عن REST Point USB.com 1.0. ثم هنا سوف نقوم ب INE، كما ترون سوف نقوم بالذهاب إلى INE LX1. هنا قمنا، هي INE LX1، والآن ها هي. سوف نقوم بإيصال الهاتف عن طريق تيست بوينت. هنا نقوم بسحب الكيبل ثم تيست بوينت. كما ترون فقد تم اتصال بالهاتف. ما علينا الآن، سوف نقوم بضغط ستار وننتظر. إذن كما ترون فقد تم التخطي بنجاح، بسهولة وبنجاح. الآن سوف نقوم بتشغيل الهاتف. نعم،